من الذين لم يبايعوا رسول الله رجل اسمه فضالة بن عمير الليثي، وكان شديد الكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قرر في نفسه أن يقتل المصطفى، ووجد أن خير وسيلة لذلك وخير مكان الكعبة، لأنه كان كلما فرغ يطوف حول الكعبة. فاختبأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ركن من أركان الكعبة. طبعا علم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعل البيت عن يساره ثم يطوف هكذا، فاختبأ بحيث أن يواجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجها لوجه ويقتله، نعم، فجأة. ولكن الله عز وجل أوحى إلى رسوله، فالنبي استدار وغير مساره، نعم، وفاجأ فضالة من خلفه. فالتفت فضالة إليه، قال له رسول الله: يا فضالة؟ قال: نعم. قال: ماذا تصنع؟ قال: لا شيء يا رسول الله، أستغفر الله. فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع يده على قلبه، يقول فضالة: فوالله لم يكن شخص أكره إلي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضع يده على صدره ثم رفعها، لم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشهد شهادة الإسلام وعاد إلى داره. في الطريق كان يختلف إلى فتاة صديقة له، نعم، يمارس معها المتعة كما يشاء. لما رأته من بعيد ظنت أنه آت إلى زيارتها كالعادة، نعم، فاستضافته ورحبت به ودعته إلى الحديث، لكنه أعرض عنها ونشوة الإسلام تطوف برأسه. قالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا، يأبى علي الله والإسلام.